بهالفيديو رح نجرب ونلعب مع بعض طور الأونلاين أو الملتي بلاير بلعبة كود الجديدة Call of Duty Vanguard. طبعاً اللعبة لسه ما نزلت وحتى البيتا لسه ما بدأ، رح يبدأ بعد 3 أيام من نزول هالفيديو، بس شركة Call of Duty أرسلوا لي دعوة عشان ألعب وأجرب Call of Duty Vanguard قبل الناس، ولعبتها وجربتها مع يوتيوبر ثانيين وصورت لكم فيديو جدا خرافي لتجربتي الكاملة للعبة. فبهالفيديو راح تشوفوا جيم بلاي حصري لكول اوف ديوتي فانغارد فقط على قناتي. بس قبل لا نلعب خلنا نشوف اعلان الملتي بلاير مع بعض وتشوفوا ردة فعلي عليه. اوكي اعلان اعلان اعلان، يا هلا والله. Warriors. Saboteurs. Assassins. Turned upside down by the right. Each one with an axe to grind. And when we turn them loose, you better believe they're coming out swinging. شفنا كتير شخصيات. على واحد ياباني مع سيف ساموراي، على واحدة على هذا مع الدث مشين. اوكي شكله رهيب مبدئيا. واضح ان اللعبة سريعة كمان. عندنا الوار ماشين، القم يعرفوا يضبطوا اعلاناتهم دائما، والابره موجوده. عشرين خريطة نفس ما تكلمنا قبل. والأشياء اللي تضل تتكسر الانفايرومنت، الجينث ميست، تعديل الأسلحة على راحتك. شخصية ده كأنه تاكيو من الزومبي. هلا والله الجقر بس معاه نار. طلعوا كم في الشركة مكتوب تحت. لا واضح شغل محترم. ما في الوارزون الجديد، ما في الوارزون الجديد، ما في الوارزون الجديد، يب ما في الوارزون الجديد. محيط الهادئ نفس كل الليكس اللي كانت طالعة. شكله اسطوري. اوكي شفنا الاعلان مع بعض، خلنا حاليا نلعب اللعبة. هذا البث برعاية أوروس جيجا بايت. أوروس جيجا بايت معروفة إنها من أحد أفضل الشركات بالعالم بصناعة قطع البي سي. نفس المذر بورد شايفينه قدامكم اللي هو زي 590 أوروس ماستر، وهالمذر بورد متوافق مع معالجات إنتل الجديدة من الجيل الـ 11. ومن أحد خصائص المذر بورد هو الإكستريم باور ديزاين، مصممينه بمواد جودتها جدا عالية فبتعطيك قوة المعالج على أقوى شيء. والمذر بورد بدعم الجيل الرابع من الـ PCIe وفيه عدة مداخل PCIe مثل ما شايفين، وغير كذا بدعم خاصية الـ Advanced Thermal Solution وهذا الشيء بيخلي المعالج دائما بارد. وطبعا مداخل motherboard كلها من الجيل الجديد سواء الـ USB 3.2 والـ 3.1 أو كابل إيثرنت. لمعلومات أكثر عن Z 590 Aorus Master شيك اللينك الموجود بالوصف، ويلا خلنا نبدأ بالبث. قبل أن نبدأ باللعبة خليني أورجيكم القوائم والأسلحة والكل ستريك بشكل جدا سريع، ما رح اتعمق فيها لان اللعبه رح تنزل بعد يومين البيتا ورح تشوفوها. وغير هيك نفس مودرن وورفير بالضبط مثل ما شايفين قدامكم حاليا، حتى الصوره من برا لما تشوف اللود اوت الكيل ستريك الكذا نفس مودرن وورفير، شكل الكلاسات من برا
تقريبا نفسها بالضبط بس لأسلحة وبركات الحرب العالمية الثانية. طبعا من ناحية الأسلحة خلنا نشوف أول شيء عنا أسلحة اللي هي الأسلحة العادية اللي منشوفها بالحرب العالمية الثانية، الأسالت رايفل، عنا الاستيجي، عنا الإترا، البار، الانزي، الفولك، أظن معظمهم معظم الأسلحة هاي لعبنا فيها بالألفا. بعدين للأس ام جي عنا ثلاث أسلحة وأتمنى يضيفوا زيادة بالمستقبل. بعدين عنا الشوتجن، شوتجن عنا ياهم بالأسلحة الأساسية، وعنا بالنسبة للخلاطات ثلاث خلاطات. بالنسبة للماركسمان اللي هو الأسلحة اللي طلقة طلقة، عنا سلاح واحد بس اللي هو الام 1 جراند. وبالنسبة للسنايبرات عنا سنايبرين وعنا سنايبر الكار المشهور. بالنسبة للأسلحة الثانية فعنا مسدسات ار بي جي وسكين فقط. طيب خلنا نروح على البركات. البركات أول قسم عنا الجوست. الجوست من اسمه الفريق يجيب اليو اي في او السباي بلين ما يشوفنا. بعدين عنا البيرك الثاني فورتيفايد، هذا بخفف عليك اي ضرر بتاخده من القنابل وهالكلام. بعدين عنا اللو بروفايل، بيخلي الاعداء ما يشوفوك او مثلا اسمك ما يبين بعيد، او لما واحد يدخل على الغرفة ما يطلع نقطة حمراء عليك او شيء من هالكلام. بعدين عنا اخر واحد سيرفايفل، هذا اللي بخفف عليك القنابل الغاز والفلاش وهالكلام. البركات الثانية عنا الهاي اليرت، متعودين عليه، كان موجود بكولد وور مودرن وورفير، لما حد يطلع عليك شاشتك تعطيك ضوء او تعطيك تحذير. بعدين عنا الرادار، طبعا الخريطة بهاللعبة نفس مودرن وورفير، انه لو واحد ما له حاطط كاتم على السلاح وقاعد يطلق ما راح يطلع على الخريطة، نفس مودرن وورفير، بس حطوا لك بيرك عشان تغير هالشيء. الرادار لو حطيت هالبيرك لما واحد يطلق على الخريطة وما له حاطط كاتم على سلاحه راح تشوفه. بعدين عنا الفورورد انتل اللي يعطيك معلومات على الخريطة وين في اعداء وكذا من بعيد. وعنا اخر شيء الات راكر اللي تشوف خطوات الاعداء. اخر بركات عنا بيرك ديموليشن، هذا البيرك بيخليك تبدأ مع قنبلة زيادة مثل ما شايفين. بعدين عنا الدبل تايم اللي يخليك تمشي أسرع. بعدين عنا التكتيكان اللي بيعبي لك القنابل كل 30 ثانية، وعنا الأوفر كيل اللي يخليك تاخد سلاحين كبار. بالنسبة للقنابل فكل القنابل اللي متوقعين تشوفوها بس بسكن الحرب العالمية الثانية، فراغ، مولوتوف، ستيكي بوم، ثروين نايف، سي فور، لغم، كلها بس بشكل حرب العالمية الثانية وحتى القنابل الثانية. وكمان رح يرجع الميزة اللي هي فينك تضبط على سلاحك على راحتك اللي هي الجنثمث، فينك تحط 10 اتاتشمنت على السلاح مثل ما شايفين. فمثل ما شايفين نفس اللي متعودين عليها بمودرن وورفير بالضبط، نفس شكلها نفس كل شيء. وكمان عنا حاليا الكيلستريك. الكيلستريك ما اظن هدول هم كلهم، اكيد على اللعبة رح ينزلوا اكثر. عنا اول شيء الانتل اللي هو مثل اليو اي في بس لك انت فقط، عنا الكير باكج، عنا اليو اي في العادي، عنا الكاونتر يو اي في، بعدين عنا السلايد بوم اللي هو صاروخ تتحكم فيه من فوق، عنا الرشاش اللي تمسكه بايدك السنتر جان نفس اللي موجود بكولد وور. بعدين عنا القنابل الموتر، هي بيعطوك شغلة ترميها بمكان وبينزل قصف على هذا المكان. بعدين عنا الوور ماشين اللي هو رشاش تمسكه بايدك ويقصف قنابل. بعدين عنا الفليم ثرور، نفس الجقر اللي موجود بمودرن وورفير بس معاه قاذف نيران. واخر شيء عنا الكلاب. بعدين الفيلد ابجريد، عنا السبلاي بوكس اللي يعبي لك الامو، عنا الارمور بليت تعبي درع، عنا الجولايث اللي هو مثل السياره اللي على الريموت اللي موجوده ببلاك اوبس الار سي اكس دي بس دبابة صغيرة، وهي كانت موجودة بالحرب العالمية الثانية بالحقيقة. بعدين عنا اللي يكشف الخريطة، وأخيرا عنا الديت سايلنس نفس مودرن وورفير بالضبط. فأي هذا تقريبا كل شيء، يلا خلنا نروح على اللعبة. أوكي شباب، أول جيم وشوفوا الأجواء شو رهيبة، الجرافيكس والمطر وكل شيء رهيب. شوفوا معاي، شوفوا البحر و والله الجرافيك اسطوري، احلى من كولد وور، نفس مودرن وورفير تقريبا حتى احلى. اوكي خلينا نلعب، بكفي تطبيل. اول قتله على كنسل، يا هلا والله كنسل. خلينا نروح على الاوبجكتيف. لا اوكي، كسر، تعال روح. اوكي طيب بروح على الاوبجكتيف مره ثانيه. هي خلص الجيم، انا دخلت على نهاية الجيم للأسف. اوكي الجيم الثاني ان شاء الله هالجيم يكون من بدايته. عنا ماب هوتيل رويال، شكله على اسطوح بناية او شيء. ايوه من بداية الجيم، خلنا نختار الاس تي جي،
نشوف مين معنا ومين ضدنا. في اسماء نعرفها. او ضدي الي اي وجاك فراغز، هدول يوتيوبر تخام، بحاول افنش حد منهم. بس قبل ما نبدا، شوفوا الاجواء معاي، شوفوا الجرافيك، شوفوا شيء رهيب. اللعبه واضح انهم تعبانين عليها، نفس اجواء مودرن وورفير تقريبا، حتى احلى من مودرن وورفير. طب انا قاعد العب على البي سي، بس خلاص خلينا نلعب الحين. إيه مثل ما قلت، قاعدين نلعب على اسطوح بناي، وتفلشت من بدايه الجيم. نفتح الابواب، القم هذا واقف، خلنا نحط الفيلد ابجريد هنا. هذا بيورجيني الخريطه مثل ما شايفين، نفس تبع مودر وورفير وبلاك اوبس. كتب يقول اوه في اثنين. ارمي قنبله، شيلي لي واحد تكفين. اوه شالت واحد والله. اوه حاول افنشه. لا، هذا علي اي، ابي اذبحه قبل لا يروح مني. ابلع بس. تعال بالمسدق، نغير الكلاس. اوكي حطينا الام بي 40 سب ماشين جن، المفروض يكون شغل درعمه. تعال. اوكي هذا سلاح خرافي سريع. أوه جاك فراغ بفنش. يا اخي خرب علي، كنت بفنش هذا الجاك فراغ اللي ذبحني من شوي. القم انت. ابلع انت الثاني، دبلتهم. صواريخ ورا صواريخ بهاللعبة. تعال. ايوه يا كلب، كنت بفنش الي اي، ما حد قاعد يخليني افنش اي حد في هاللعبة. خلص الجيم الاول، جيم سريع وطلعنا فيكتوري. اوكي عندنا جيم ثاني نفس الماب بس غير الطور، هالمرة عندنا كل كونفورم. خلنا نكسر الخشب، هذا لازم له ضربتين لينكسر كامل، ونشيل الاول ونشيل بشيل دبل لو لخويه. تعال. ايوه القم. ابلع القم. تعال. ايوه اللي وراك. القم. تعال اللي بعده. وينكم؟ تعال. ابيك موضوع. ايوه انت وصاحبك. ايوه تعال. بس حلو، شلنا اربعه ورا بعض. اوه عندي كير باكج. خلينا نرميها، ان شاء الله يعطيني اعلى شيء بال. هي الحين بيحطني في ابعد مكان على الكير باكج، على الجهه الثانيه من الماب. اي بالضبط، اعرف حظي. ونسرق الكير باكج، الحين بيطلع كل ستريك صاروخ وبيذبحني فيه. القم. ايوه علي. لا والله مو علي. حلو. هي اخوي شو قاعد تسوي؟ ايوه بلف وراهم حاليا، المفروض كلهم يكونوا هنا. تعال. خليني يا. حرام، شفتوا شلت ثلاثة ورا بعض؟ والله لولا الامو كنت شلتهم كلهم، كانوا خمسة. في هالسلاح اسمه فولك، مقفل عندي بس موجود بين الاسلحه الجاهزه او الكلاسات، وهذا اخر اسلت رايفل، فالمفروض انه قوي، خلينا نجربه. اي والله شكله قوي. القم. كنسل بفنش. لا. ابلع انت الثاني، تربل كل. ابلع يا الله، خرب علي. نحط الفيلد مايك بركي تفيدنا بشيء. مش للماب، ماب كبير. كير باكج ثاني، والله هذا ما بينسرق ولو عجزتي. ناخذه. هي لما ما حد يسرقه يذبحني الكير باكج. شو اعطاني؟
انتل، هذه مو حتى يو اي في، هذه اللي اعفن منها، ذبحني خلاص. طيب حطيت سلاح ثاني مثل ما شايفين، يطلق 3 طلقات شكله قوي بس من بعيد، خلينا نجربه. لا اوكي شكله تعبان، نعطي سلاح فرصة ثانية. حلو حلو حلو، هو يحتاج اني اخليه ثابت وايم، واظن بيكون خرافي. اوكي غيرت السلاح لنفسه بس مع ايم وشكله اسطوري. طبعا انا الايم عندي مقفل وفي عندي ابرة، الايم عندي مقفل بس هلا والله كنسل. حطيت الام 1 جراند اللي هو طلقة المفروض يكون اقوى منه، خلنا نجربه. يب اسمعوا صوت الريلود، الله هذا اشهر سلاح بالحرب العالمية الثانية، والله قوي. صوت الريلود خرافي. تن اوكي شباب في كلاب علينا، ان شاء الله هي تحط لي اذا في كلب جنبي الفيلد مايك. في بشري وفي كلب وشلتهم الاثنين، يعني شلت كلبين. اوه قوية اللي بعده، تعال والله الاستيجي مع الاشياء اللي عليه صار خرافي. واخيرا خلصنا بخسارة، بشوف راح يحطوا البلاي اوف ذا جيم حقتي، شلت 4 ورا بعض ولا 3، ان شاء الله يحطوها ان شاء الله يحطوها ان شاء الله يحطوها. لا هذا سوبر نينجا نازل دعس فينا، هذا سوبر نينجا مو مخلي حد في حاله. اوكي شباب عندنا ماب جديد، ماب ريد ستار، شكله ماب ثلجي وبروسيا وداخلين دومينيشن، فيلا بلعب بالاس تي جي. مثل ما شايفين ماب جديد وشكله اسطوري، غير اجواء الماب اللي قبل بالكامل، ماب ثلجي. يلا اخذوا البي ونذبح اللي اخذ البي وناخذ البي نحن. فلاش وقنابل واذبحك، مهما ترمي فلاشات ذابحك ذابحك. طلعوا كيف الابواب، فيني اكسرها وفيني افتحها، اقدر اكسر الباب بالكامل واذبح من وراه مثل ما شايفين، او اني انذبح وانا قاعد اشرح لكم الباب. تعال تعال يا خوي. اوه بحاول افنشه بحاول افنشه بحاول افنشه بحاول افنشه، تعال 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 تعال. القم. في حد هنا صح؟ الي اي ابلع مولوتوف، ابلع مولوتوف يا الي اي، موت اللي بعدك. في حد جنبه كان، وينه؟ ايوه تعال 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 تعال، ايوه تعال تعال انت، تعال انت، ايوه ترابل. اوه احاول افنش، لا هذا نفسه اللي فنشته من شوي، حرام افنشه مرتين. كير باكج، شو الطياره اللي ترمي لي الكير باكج؟ كل هذه عشان ترمي لي صندوق؟ شو هذا؟ كاونتر ارم اللي تخلي اللي تشوش الخريطه. بلع، تعال 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 تعال، ايوه ايوه هي هي حركه البري فاير، اطلق على المكان قبل لا يطلع العدو. طيب هنجرب سلاح جديد شكله اسطوري، اول واحد نذبحه بالسلاح، نفس السلاح تبع الزومبي ماب شادو اوف ايفل اذا متذكرين. تعال 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 تعال، ابيك موضوع، تعال. ايوه هلا والله، اللي وراك اللي وراك، تعال تعال. الي اي ابلع اللي وراه. القم القم انت الرابع، القم انت اوكي حرام كان بيكون الخام. هلا والله انت كيفك، تعال 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 بس. ايوه اوكي. طيب حاليا عندنا نفس الماب بس جيم مود ثاني، وشكله جيم مود جديد، فخلنا نشوف. شيل الاول شيل الثاني، بدايه موفقه. القم، او شو الجيم مود؟ اوكي الدائره تتحرك ولازم نضل داخلها عشان تتحرك على ما اظن. الحين برجع بكتشف، خلني اشيل اللي هنا. القم حط الفيلد ابجريد. اللي ورا اللي ورا اللي ورا دبل. في واحد هنا حرام،
في واحد رسبلوني ورا واحد. تعال. ايوه ابلع. بس طلعوا 10 جوا الدائرة، الحين صاروخ واحد بشيلنا كلنا. شالنا صاروخ ومن كنسل. سبحان الله، اتنبأ بالمستقبل. هي 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 هي، تعال 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 تعال. الله علي الله علي. هلا والله، اللي وراك تعال. ايوه في حد ثاني بيقرب على منطقتنا. تعال 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 تعال. لمن رايح؟ بالمسدس اشيلك. راح احط الفيلد ابجريد هذا، حطيته جديد. هو مثل دبابة صغيرة اروح فيها عند الاعداء وافجرها على ما اظن. ايوه اروح عند هذا. فجر فجر. اوكي ما ادري ليش ما فجر. اللي فجر اي اللي هو مربع عندي بالكنترولر. اوكي اقدر 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 ادعس. شو صار؟ فجروا لي اياها بس كأني ذبحت واحد. يب ذبحت واحد، طلع لي ذبحت واحد. في سنايبر بالارض، بحاول اني اوقف هنا واصيد فيهم. الاول طلع لكم مهاراتي الفيزية. لا اوكي مات. ثاني اوكي ثاني، ثواني ريلوت. الحين موت. والله اني فاشل سنايبر. الثاني الثاني. اوكي عندنا ماب جديد اسمه ايجل نست، شكله حلو. يعني شفنا ماب بحر ومطر، شفنا ماب بالليل، شفنا ماب بالثلج، وحاليا هذا ما ادري شو جوه الصراحه. خلينا نشوف. وراح نلعب بسلاح جديد كمان اللي هو الشوتجن. نقدر نكسر الاشياء. يب تقريبا معظم الاشياء اللي تشوفها تقدر تكسرها. اوكي الماب اجواء حلوه الصراحه، كانه على الجبل ثلجي، بس مو نفس الثلج اللي شفناه من شوي. لا قاعد نلعب جوا مبنى كانه قصر او شيء. تعال 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 القم. شكله خرافي الشوتجن، بس شكله الريلود طويل. يب طويل. تعال تعال يا خوي تعال، ابيك الموضوع بس. تعال تعال القم، قاعد يستناني كمان. القم. والله خرافي الشوتجن، بس لازم له الشيء اللي يخلي في اكثر امو، لان كل اللي فيه 4 طلقات، وعشان تموت واحد لازم 2 3. جبنا الكير باكج، خلنا نشوف كالعاده. الحين تعطيني يا يو اي في يا كاونتر يو اي في. لا تذبحني بس نفس اخر مره. صاروخ حلو. ايوه ايوه في 2 جنب بعض. 3 ضربتها بالسقف. القم ابلع. شوفوا هذا جيجر. هذا الفليم ثرور. هي لا تنتحر. ابلع ابلع لورا. هذا الشوتجن لازم يزيد الامو، ما راح العب فيه حاليا، راح اغيره. الامو فيه 4 طلقات بس. ابلع القم. القم يا جاك فراغ. القم يا الي اي. والقم انت. اوكي تعال 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 تعال. القم القم. اللي بعده اللي بعده. ما في حد ما في حد. يا اخي لما اشيل 2 ورا بعض على طول اتحمس اشيل الثالث. القم. ندمر الفيلد مايك. حد حاطها من بدايه الجيم وقاعد يتجسس علينا، واحط حكتي مكانه عشان بس يجي ويشوفها يفكر انه هذه حكته. تعال تعال تعال. ايوه ابلع. ثالث كلاب. هاستايل دوغز هاستايل دوغز. اوكي روح تعال ندمر شو اسمه هذه. واكلني الكلب. لا 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 كلب كلب. وكذا بيكون خلص الجيم بخساره.
والكلب قاعد يحاول ياكلني كلبين. فأي يا شباب هالفيديو لليوم، أتمنى يكون عجبكم. أتمنى من نهاية الفيديو لا تنسوا تعطوا الفيديو زر اللايك، وشاركونا بالتعليقات شو رأيكم عن اللعبة. أظن شفتوا بما فيه الكفاية، فشاركونا أراءكم بالتعليقات. وبس كلمكم بشركة كيش، كم دي هاي الثانية إن شاء الله. مع السلامة.